السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء وقبل كل شيء لا تنسى الصلاة على حبيبنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومعنا اليوم حبيب في الله سنقدم لكم لعبة توتال فوتبول على أجهزة الأندرويد النسخة الجديدة أو النسخة الصينية الجديدة. هناك نسخة عالمية وهذه النسخة الجديدة سان حبيب في الله. فلماذا أحضرت لكم هذه النسخة؟ أنها تشتغل على كل الأجهزة وبدون مشكل، التطبيق ليس مثبت وأيضا لا تحتاج لا VPN ولا أي شيء وبدون أي مشاكل، ومتكونة من أبيكا على ميديا فاير بحجم 800 ميجا فقط. سجلونا رابطها أسفل هذا الفيديو. ولكي لا نطيل عليكم أحبي فلافة، يلا بنا لنستعرض لكم هذه اللعبة الجديدة والرائعة. كما ترحلون معنا أحبي فلافة، هي الآن سنقوم بتجربة لكم هذه اللعبة الرائعة والنسخة الجديدة والعالمية بالطبع، وأيضا النسخة التي بدون أي مشاكل وبدون مشكل، التطبيق ليس مثبت وبدون أي مشاكل أحبيب لا. فكما تلاحظون معنا أحبيب لا، نحن سنلعب لكم هذه المباريات على ما أعتقد الأولى، والتي ستكون سهلة بالطبع. فعلى العموم سنستعرض لكم بعض من الجيم بلاي وننظر التغييرات التي صارت في اللعبة. لاحظوا معنا اللعبة بالتعليق الصوتي بالطبع، تعليق صيني وليس تعليق عربي. فلا اللعبة لأنها في أول إصداراتها، فكما تلاحظون. فعلى العموم نحن نستعرض لكم الآن بعض من الجيم بلاي. صراحة التحكم وكل الأشياء في اللعبة فهي شيء جميل جدا. انظروا معنا مباريات أولى، يجب علينا صراحة أن نعتاد عن التحكم ونعتاد عن اللعب. فعلى العموم كاميرا عندما أريد أن أقوم بإطلاق باس أقوم بضرب الكرة بشكل سريع. فعلى العموم نحن ذا سنقوم باستعراض لكم بعض من الجيم بلاي. مباريات أولى تكون سيئة ومجرد مباريات تعليمية، فكما تلاحظون ماذا سيحصل. انظروا معنا الشكل الحارس، على هذا الشكل، هذا هو الباس. انظروا معنا على هذا الشكل، نحن بدأنا نتعلم كيف تقوم بلعب اللعبة. كانت خطيرة فكما تلاحظون معنا. انظروا معنا، يا سلام يا سلام، هدف. انظروا معنا، بعيدة جدا. فصراحة اللعبة رهيبة جدا أحبيبي. خطيرة، ونحن قمنا بتسجيل هدف أول على ما أعتقد عن طريق اللاعب رياض محرز. انظروا معنا الشكل الخاص به. على ما أعتقد الآن سيتم إطلاق الصافرة من أجل إنهاء هذه المباراة، لأنه انتهى الوقت الأصلي الخاص بها. نحن ذا حبيب لا، فزنا في المباريات الأولى، الآن سنحصل على ما أعتقد على بعض الباكيجات. هنا تختار لاعب ما. فعلى العموم هناك موراتا، هناك إيكاردي، سنختار لاعب إيكاردي أو موراتا، كلاهما أفضل وكلا الألعاب بنفس الطاقة، وهي طاقة 82 عفوا. صراحة اللعبة رهيبة هي. الآن سننظر إلى القوائم الخاصة بها، هنا تقوم بكتابة الاسم الخاص بك. مثلا زيد دي مراد على هذا الشكل، ونضغط هنا حبيبي.
نعم، هنا اللوجو الخاص بك أيضا، مثلا يمكنك تعديل أي لوجو، فنحن سنقوم بالضغط هنا. وأهم شيء صراحة في اللعبة عندما تدخل لا أول مرة تكون الإعدادات، وهنا الأطقم أنا ما أعتقد نتركها على هذا الشكل. هو الفريق الخاص بنا. نعم انظروا معنا، صراحة قوائم في اللعبة جد جد احترافية. أنا ما أعتقد سنفتح باكيج آخر. أوه هنا الباكيجات التشيلي، أنا ما أعتقد أي لاعب سيكون من التشيلي. هيا نقوم بالضغط هنا. أوه عرفت أنه سيكون فيدال، أنا ما أعتقد. نعم فيدال، فكما تلاحظون على العموم نقوم بالرجوع، ندخل إلى هنا إلى الملعب. مثلا يعطونك بعد المستويات التعليمية من أجل أن تقوم بإدخال مثلا اللاعبين. هيا نقوم بإدخاله في أي مكان هنا على هذا الشكل. هنا الملعب أيضا بعد التعليمات الخاصة بالملعب. هنا على ما أعتقد الدوريات، تلعب في أي دوري تريد أو تقوم باختيار لاعب من دوري ما، فلا نعرف ماذا بالضبط. نعم هنا الدوريات على ما اعتقد. هيا سنضغط وسنستعرض لكم المزيد من الجيم بلاي. كما قلت لكم اهم شيء عندما تنتهي المستويات التعليمية ادخلوا الى الاعدادات من اجل تحويل ال FPS من 30 الى 60، لان 30 في ال FPS تكون حركات بطيئة جدا عكس 60 FPS. فعلى العموم نحن الان سنستعرض لكم بعض من الجيم بلاي. صراحة أرضية الملعب واللعبة بشكل رهيب جدا، انظروا معنا. أوه خطيرة جدا، ولكن الدفاع يقوم بإخراج الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ها نحن ذا، فعلى العموم نقوم. أوه خطيرة جدا، ولكن الحارس يتدخل لهذه الكرة. فكما تلاحظون من جديد نقوم باستعراض لكم بعض من الجيم بلاي. الحارس يقوم بتنويه اللاعبين. أوه خطيرة جدا، ولكن الحارس يتدخل. لاحظوا معنا إلى الإعادة، قمنا بإعطاء لهذا اللاعب. صراحة اللعبة رهيبة جدا، أعجبتني صراحة هذه النسخة. انظروا معنا. أوه خطيرة جدا، ما زال يكون هناك مغالطات صراحة في أزرار التحكم، لأنني اعتدت على أزرار تحكم لعبة بيس. عندما أضغط على باس فهي تعني شوت، وعندما أضغط على شوت فهي تعني باس. انظروا معنا هذه الكرة، اعتقدت أنه هدف ولكن للأسف لم تدخل الكرة إلى أرضية الملعب. نحن من جديد. أوه خطيرة، فكما تلاحظون معنا حبيبي لا هذه اللعبة الخاصة بنا. نتمنى أن يكون هذا المقطع قد نال إعجابكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.